اصحابي هم اللي رموني عليه. يا حاج حامد في ايه؟ بس يا عم سيبني في حالي، مش كفايه اللي عمله فيا ابوك؟ في ايه بس يا حاج حامد؟ ايه اللي حصل؟ يا عم هو اللي عمله ابوك كفايه تحكي. ايه يا حاج حامد هتقلقني ليه؟ ايه اللي حصل يا حاج حامد؟ كنت تستعمل يلا اذا كان انت قلت منزل الفيديو على اليوتيوب. الفيديو انا كنت لسه عامل جوه مسابقه على ايه الميرشات وايفونات وكنت مروق على الكلام. ايه ده؟ مين دي؟ صاحبتي. صاحبتي؟ انت من دلوقتي عندك صاحبة مفعوص انت؟ اسمك ايه يا حبيبتي؟ بس يا بس يا تمام ماشي يا حاجة ما تأخريش علي. ايه ده؟ مين دي يا حبيبي؟ تردي انت اسمك ايه يا حبيبتي؟ مالكيش دعوة. مالكيش دعوة؟ لا يا حبيبتي تكلميني عادي كده، انت بتتكلمي كده ليه يا بت؟ انت بتزعقي لمين؟ يا عيرة شعر عيرة للخميرة سد الرد مستودي عشان مرمية تحت تمرية احمد يا عمر. انا اسفة. جامدة البتاعة دي على لا انا كده هشكر نفسي. ايه يا بابا حصل معاك في ايه؟ ايه يا زفت انت؟ انت مش هتبطل بقى؟ دي خامس مرة يا زفت البحر تخضني النهار. طب وربنا ماشي. انت يا زفت خد على هنا. يا بابا. ليه بقى يا حاج؟ هو انا بهتك في حاجة؟ الحاجة؟ انت اللي جابك دلوقتي؟ وانا لو كنتش قصدي اضربك انت والله انا قصدي اضرب قلب البحر. هي لو نمت في دماغي يا حاجه وهيطلع مهندس احنا هيطلع مهندس. لا يا حاج الواد ده عبقري عبقري هيطلع ان شاء الله دكتور مخ واسنان. يا ستي انا عارف انه عبقري وموهبه فاسده مش موجوده بس خليه يطلع مهندس احسن. لو دكتور هيبقى عليه مسؤوليه وممكن لو حد مات الناس تعتدي عليه. خليه مهندس هو عارف انه عبقري هيطلع عبقري في الهندسه. لا يا حاج حرام يروح في الهندسه دكتور يعني دكتور هيطلع دكتور. حبابا ماما عايزك بس اقطع خناقه ثانيه واحده عشان عايز اقرا حاجه مهمه عشان دايما بتلخبط فيها. 13 اللي هي الكلمه بالانجليزي لما بنيجي بقى نحولها عربي بتبقى 12 ولا 13 عشان دايما بتلخبط فيها. اخوك الصغير اخذ ماسك المحفظه بتاعت ابوك ورماها من البلكونه بكل الفلوس اللي فيها والناس اخذت الفلوس اللي تحت. والله ماشي يا جماعه البحر صغير اعمل ايه دلوقتي يا حاج؟ ما فيش فلوس فلوس كلها اترمت دلوقتي من البلكونه. انت بتعمل ايه يا حاج؟ خد تعالى.